كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجة وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء، لم يكترث لأي شيء على الإطلاق، لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا قانونيا. التفجيرات وقعت بعضها في مستشفيات، لأنه في بعض حملة البيجر كانوا بيشتغلوا بالمستشفيات، في مستشفيات، في صيدليات، في أسواق، في محلات، في بيوت، في سيارات، في الطرقات العامة، حيث يتواجد الكثير من المدنيين ومن النساء والأطفال. يعني هو ده بده يستهدف رجال حزب الله ومقاتلي حزب الله، ولكن هو كان يستهدف كل هذا المحيط الذي يتواجدون فيه. وهو استخدم وسيلة مدنية مستعملة لدى شرائح كبيرة في المجتمع في العالم وليس عندنا فقط، مستشفيات وأطباء وشركات تجارية مؤسسات نقل هذا البيجر. ثم عاود ذلك يوم الأربعاء بتفجير أجهزة لاسلكية أيضا غير مكترث بأماكن حملتها، ما كان فراني معه، ما هو الحاملين جهاز لاسلكي بمستشفى بصيدلية بالشارع بالبيت، ومش شرط يكون حامله لو حطه على الطاولة. بنتيجة هذا العدوان ارتقى عشرات الشهداء وبينهم أطفال ونساء ومدنيون، وأصيب الآلاف بالجراح بجراح مختلفة. ستظهر الأرقام الحقيقية مع الوقت، لأنه في كتير إخوة وفي كتير ناس ممن أصيبوا دخلوا على المستشفى وخرجوا، يعني في ناس محسوبين مش محسوبين، في ناس محسوبين مرتين أو ثلاثة. على كل مع الوقت ببين العدد، ولكن العدد كبير جدا. العدو يفترض، يعني نجي نحكي بنوايا العدو، هلأ شو صار شيء تاني، هو يستهدف مجموعة بيجر حيجي الوقت نحكي عنها بالتفصيل، يفترض أو يعلم أن عددها يتجاوز 4000 جهاز، وهو يفترض أن 4000 جهاز موزعين على شباب حزب الله إخوة وأخوات في وحدات ومؤسسات مختلفة. عندما قام بتفجير أجهزة البيجر هذه، يعني هو كان يتعمد، نحكي بالنية بالأول، كان يتعمد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة. في الحد الأدنى قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة، هذا غير يوم الأربعاء تبع الأجهزة اللاسلكية، عم نحكي بعدنا بس بالبيجر. بمعزل عن عدد الذين يمكن أن يقتلوا في محيطهم بالمستشفى وبالصيدلية وبالسوق وبالبيت وبالسيارة ومشاكل وبالطريق. هذه نية العدو، وهذا مستوى الإجرام الذي أقدم عليه. ثم في اليوم الثاني أيضا كانت نيته قتل الآلاف ممن يحملون الجهاز اللاسلكي أو يستفيدون منه. طيب إذا ما منقول آلاف، خلينا نقول 1000، لأنه في مئات الجرحى وعشرات الشهداء أيضا يوم أمس. طيب إذا بدنا نختصر العدد ونقلله كمان، منقول على مدى يومين وفي دقيقة واحدة يوم الثلاثاء وفي دقيقة واحدة يوم الأربعاء، كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل ما لا يقل عن 5000 إنسان في دقيقتين، وبدون اكتراث لأي ضابطة، وما عنده مشكلة وين بيقتلوا وكيف بيقتلوا. وسيأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه حتى لو أصيبوا بالجراح، حالة الإرباك التي ستسود، قدرة المستشفيات على استيعاب هؤلاء الجرحى، فأن كثيرا من هؤلاء الجرحى سيموتون.
ماذا يمكن أن نسمي